أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. نبدأ من ألترا عراق. يقول الكاتب منتظر بخيت في مقال بموقع ألترا عراق: بعد مرور أيام على نيل حكومة محمد الشيع السوداني الشرعية في مجلس النواب، أغرقت الجيوش الألكترونية الولائية منصات التواصل الاجتماعي بأنواعها بسيل من المنشورات التي تتغنى بأهمية القرارات الحكومية المتخذة مؤخرا قبل أن تطبق حتى أصلا. ويضيف الكاتب أن الخلطة الإعلامية الفاسدة التي أسست لها حكومة المالك الثانية لكسب تعاطف الجماهير من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المملوكة إلى جهات سياسية التي اعتادت على دعم ومهاجمة أي حدث أو قرار بما تقتضيه مصلحة الجهة السياسية الممولة، والتحريض كذلك على المعارضين وسار عليها رئيس الوزراء الأسبق هو الآخر حيدر العبادي من خلال دعم بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وشراء ذمم صحفيين كذلك، وبعده عادل عبد المهدي الذي ساهم هو الآخر بشكل كبير وواضح في تنمية تلك الجيوش الإلكترونية، وفيما بعد مصطفى الكاظمي الذي اهتم بلقطاته الإعلامية الفوتوغرافية أكثر من معالجة أخطاء الحكومات السابقة، حتى سميت حكومته بالحكومة الفيسبوكية. إن المراقب لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القصيرة الماضية يرصد تصاعداً ملحوظاً في نشاط الجيوش الإلكترونية، حيث تم إنشاء مئات الصفحات بأسماء محبي وعشاق وأنصار الحكومة الجديدة. تستند فكرة الترندات ببساطة على تناول المواضيع الجدلية التي نجح طرحها في وقت سابق بإشغال الرأي العام، وتستخدم أحزاب السلطة تلك السياسة للتغطية على مواضيع وملفات أكثر أهمية، حيث لا تكلف الترندات شيئاً كون الجيوش الإلكترونية جاهزة لتلقي التغريدات والمنشورات لتغزو بها مواقع التواصل الاجتماعي، وغالباً ما يتم تسويق تلك المواضيع على أنها منجز، حيث يتم تصميم الصور والفيديوهات للشخصية التي يرتبط بها موضوع الترند، لكن في الحقيقة هي سياسة لحرف الأنظار عن المتطلبات والحاجات الأساسية التي ينتظرها المواطن. يتم إشباع أدمغة أكبر عدد ممكن من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنجزات وهمية فارغة لن تقترب حتى من أبسط احتياجاتهم. وهذه انتقالة إلى الميثاق الوطني، جاء فيه عن مرضى السرطان في العراق. كتبت زينب زكي مقالا حول هذا الموضوع نشرته صحيفة الميثاق الوطني. جاء فيه: في ظل الصراعات السياسية في العراق وبعد سقوط الحكم السابق، تعاقبت على العراق أحداث وأزمات أودت بالعراق إلى الهوية بدلا من الحرية والديمقراطية بين هلالين، والسلام كذلك والأمن والأمان. وشهد العراق الغزو الأمريكي الذي ما زال مستمرا في أذهان معظم العراقيين جراء تعرضهم للأضرار النفسية والمعنوية، وكما هو معلوم وواضح أمام الجميع فإن أمريكا استخدمت في حربها ضد العراق الأسلحة الفتاكة والكيماوية وغير الإنسانية، وكانت أثارها الخطيرة واضحة على العراقيين من خلال ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان والتشوهات الخلقية والأمراض الأخرى. ولم تكن هذه الأمراض منتشرة قبل غزو العراق واحتلاله، حتى بات يشكل خطرا داهما على المجتمع العراقي. أصبحت معظم البيوت العراقية لا تخلو من مصاب بأمراض غريبة وفتاكة ومنها السرطان، والأعداد في ارتفاع ملحوظ بسبب تداعيات استخدام الأسلحة القذرة واللامبالاة من الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال. ورغم حجم الكارثة، إلا أن أحزاب السلطة منشغلة في صراعاتها السياسية المستمرة التي تسدل بستارها على المرضى ومعاناتهم،
وتتناسى هذه الأحزاب والحكومات أن المرضى يبحثون عن جرعة أمل تداوي جراحهم وتخفف معاناتهم وتحد من ارتفاع الإصابات التي تزداد يوماً بعد آخر. فمحافظة البصرة مثلاً احتلت الصدارة بنسبة أعداد مرضى السرطان، ففي آخر إحصائية يوجد نحو 78 إصابة لكل 100,000 شخص بحسب تصريح مدير مركز الأورام السرطانية في البصرة، وهو مؤشر واضح على أن السرطان يفتك بالمجتمع البصري، ولم يكن هذا بسبب الحروب فقط، وإنما بسبب التلوث البيئي في المحافظة والانبعاثات التي تخرج من النفط وحرق الغاز والإهمال الحكومي المتعمد. ومن صحيفة العربي الجديد نقرأ مقالا للكاتب مصطفى البرغوثي يقول فيه: صعود حزبي سموتريش وبن غفير وحصولهما على 14 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي ليصبحا ثالث أكبر قوة فيه، ودخولهما المؤكد إلى الحكومة مثل انعطافا خطيرا نحو الفاشية المؤسسة ممثلة في الحزب الذي يتبع قادته أفكارا لكوهان وحزب كاخ الذي سبق أن منع حتى في إسرائيل وصنف حركة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، أن المستعمرين المستوطنين الصهاينة القاطنين بشكل غير شرعي حسب القانون الدولي في القدس والضفة الغربية المحتلتين، والذين يصل عددهم إلى 750,000 مستعمر ربما أو أكثر، أصبحوا قوة سياسية مقررة في الحكومة والسياسة الإسرائيليتين، وسيكون لهم 9 أعضاء في الكنيست وعدد من الوزراء. ويضيف الكاتب كذلك: أما التطور الأهم فهو انهيار ما سمي اليسار الصهيوني، رغم قناعتنا بعدم إمكانية الجمع بين اليسارية والصهيونية، إذ إن كل حزب صهيوني يميني بطبعه. إن انعطاف المجتمع الإسرائيلي نحو العنصرية اليمينية المتطرفة والفاشية لم يكن ليجري بهذه الصورة لولا صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل والسماح لها بأن تكون فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، وإصرار دول غربية كثيرة على ازدواجية المعايير الدولية كلما تعلق الأمر بفلسطين. يجب إنهاء الانقسام الداخلي فوراً والتخلي عن أوهام الحل الوسط والمفاوضات ونهج أوسلو برمته، وتوحيد الفلسطينيين في قيادة وطنية موحدة على نهج واستراتيجية وطنية كفاحية مقاومة هدفها تغيير ميزان القوى المختل لمصلحة إسرائيل، وذلك يعني الوقف الكامل للتنسيق الأمني وتطبيق قرارات المجلس المركزي المتخذة منذ 7 سنوات والتحلل من اتفاق أوسلو والتزاماته، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ السلطة المتهالكة من الانهيار التام. ويجب مراجعة الهدف الوطني الفلسطيني الجامع ليكون ليس إنهاء الاحتلال فقط، بل وإسقاط نظام الاستعمار الكولونيالي والأبارتهايد في كل فلسطين التاريخية. حول الحرب الروسية ضد أوكرانيا كتب سمير عطلة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، جاء فيه: منذ بداية الألفية لم يعرف فلاديمير بوتين سوى الانتصارات سياسية وعسكرية، رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء، انتصار خلف انتصار، من حرب الشيشان إلى حرب جورجيا إلى حرب القرم إلى حرب سوريا، نحو ربع قرن تقريبا، وفلاديمير بوتين عزز الروس وهو عز الروس كذلك وسليل القياصرة، البطل الذي لا يقهر والعسكري الذي لا يهزم، يقول الكاتب: ثم فجأة انقلب كل شيء منذ فبراير شباط الماضي، وأحذية الجيش الروسي تغرق في طين أوكرانيا، وإذا استطاعت الإفلات من التراب من أجل أن تنسحب فقط، وهي هزيمة معلنة. لم يعد بوتين يخفي أقواس الهزائم إطلاقا أمام العالم وأمام شعبه، ها هو يعلنه التغييب
عن التغيب الأحرار عن قمة العشرين في جزيرة بالي بداعي امتلاء جدول أعماله. ويؤكد الكاتب أن بوتين لا يريد إطلاقا أن يظهر كثيرا وككثير الخاطر كذلك بين رفاقه وأمام شعبه كان يتقدمهم في كل عام. لم تكن الانتكاسة في خيرسون نزهة أي من الفريقين. هناك جماجم مسحوقة وجماجم محطمة، وهناك موت كثير منذ أن دخل الروس خيرسون في مارس آذار الماضي وفي أثناء انسحابهم منها. ثمة أمران يحيران المراقب العادي أمثالنا: من أين لأوكرانيا هذه القدرة العسكرية؟ وأين هي طاقة روسيا التي يفترض أنها ند الولايات المتحدة؟ الأمر المعلن أمام الجميع أن بوتين وليس روسيا تكبد نكسة كبرى، ولا أحد يعرف كيف سوف يرد أو أين، لكنه لا يستطيع أن يتحمل ويحمل موسكو معه وزر هذا الانكسار. ومن الواضح أيضاً أن السلاح الروسي خسر أمام السلاح الغربي. مواجهة بوتين الكبرى الآن هي في الداخل. ضعف الرجل القوي في الخارج أفقده كثيراً من الهيبة والرصيد. مزيد من التراجع انتحار، والجمود انتحار، وتحول المعركة إلى اندفاع انتحاري ذروة الانتحار. أخذ بوتين الروس إلى حرب لا يريدونها، فواجه ما واجه نابليون وهتلر في روسيا. الآتي أعظم. نيويورك تنشر هذا المقال: قال مسؤولون أمريكيون أن الحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن تتوقف مؤقتا مع بداية الشتاء، بينما كبح التقدم الأوكراني الأخير قد حصل على الأرض، وأمال موسكو في الاستيلاء على المزيد من الأراضي في المناطق التي أعلنت روسيا ضمها إليها عبر استفتاء. ويرجح مسؤولون من الإدارة الأمريكية أن تستمر موسكو في مهاجمة القواعد والبنية التحتية وشبكة الكهرباء الأوكرانية، لكنهم يرون أن حلول فصل الشتاء سيؤدي إلى تباطؤ التقدم العسكري لكلا الجانبين، وفقا ما نقله تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن قرار روسيا بالانسحاب من المدينة استند جزئياً إلى مخاوف من أن جنودها سيحاصرون وتنقطع عنهم الإمدادات مع حلول فصل الشتاء. قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن القوات الأوكرانية دمرت أو ألحقت أضراراً بجميع الجسور المؤدية إلى المدينة باستثناء جسر واحد، مما حد من قدرة روسيا على إعادة إمداد قواتها التي يتراوح عددها بين 20 و30 ألف جندي، ويمكن أن تستمر فترة التوقف الشتوي لمدة 6 أشهر وفق تقدير الصحيفة الأمريكية، حيث ستؤدي الأمطار والأرض الطينية في أواخر تشرين الثاني نوفمبر إلى إبطاء تحركات كلا الجيشين. ورأى محللون عسكريون أنه خلال فترة التوقف التي تلوح في الأفق سيعيد الجانبان تدريب القوات ويستعدان لدفع متجدد في شباط فبراير. وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة وكبير المستشارين العسكريين لبايدن هذا الأسبوع إن فصل البرودة القادم سيكون فرصة لكلا الجانبين للنظر في محادثات السلام. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. لنتابع معا الكاريكاتور.
أقرأ خبرا في عربي 21 حيث عثر مفتشو أمن في أحد مطارات فلوريدا على مسدس محشو داخل دجاجة نيئة. وقالت إدارة الأمن في فلوريدا، إدارة أمن المواصلات، إن الراكب كان متجها إلى بورت أوبرنس وفي هايتي، وسجلت نقاط التفتيش. نقاط تفتيش إدارة الأمن في المواصلات الأمريكية عددا قياسيا من محاولات تهريب المسدسات في مطار وفي مطارات فلوريدا المتعددة عام 2022، فقد حمل الركاب معهم إلى نقاط تفتيش في مطارات الولاية أكثر من 700 مسدس حتى الآن هذا العام، وهو رقم يفوق أي عام سابق بحسب بيان صحفي صادر عن الإدارة. وأشارت إدارة أمن المواصلات إلى أن جميع الأسلحة النارية المكتشفة في نقاط التفتيش تقريبا كانت في وضعية إطلاق النار، ومعظمها يحتوي على ذخيرة. أما القدس العربي نشرت هذا الخبر، كشفت صورة جديدة أنه بعد الانجراف ببطء حول القارة القطبية الجنوبية لأكثر من عام كامل، يمكن أن يوضع أكبر جبل جليدي في العالم قريبا على مسار متسارع نحو زواله في نهاية المطاف، وذلك في مصب ممر دريك، وهو ممر مائي عميق يربط المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بين كيب هورن في جنوب إفريقيا وجزر شيتلاند الجنوبية إلى الشمال من شبه جزيرة أنتاركتيكا. ويبلغ طول لوح الجليد العملاق هذا حوالي 84 ميلا وعرضه 16. وحسب تقرير نشره موقع لايف ساينز المتخصص بأخبار العلوم، ففي 31 من تشرين الأول أكتوبر الماضي التقط القمر الصناعي تيرا التابع لناسا صورا تظهر أن البرج الضخم يتموضع حاليا بين جزيرة الفيل وجزر أوركيني الجنوبية في الطرف الجنوبي تماما من الممر، لكن مساره يلمح إلى أنه سيتجه شمالا إلى الممر المائي في الأسابيع القليلة المقبلة. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إلى اللقاء.